حول الموضوع عندنا لنا من بغداد عبر الهاتف المستشار صباح النعمان، مستشار إعلامي لجهاز مكافحة الإرهاب. سيادة المستشار مساء الخير، يعني حدثنا بالتفصيل عن ما تركه مقاتلو داعش في الحويجة هذه المرة. نعلم بأنه عند كل معركة، عند تطهير كل منطقة كان داعش قد مر منها، هناك ألغام، هناك العديد من المخلفات التي يخلفها مقاتلو داعش في الحويجة. ماذا خلفوا؟ مساء الخير، شكرا جزيلا. يعني نحن نتكلم عن العمليات السابقه اللي انتهت قبل ايام بتطهير ناحيه الزاب ومنطقه الشرقاط. هذه المعارك استمرت 5 ايام. القوات العراقيه المشتركه استطاعت ان تهزم الارهابي بسرعه، رغم ان التنظيم خلال هذه المعركه كان استفاد من طبيعه الارض الجبليه التي تمتاز بها هذه المنطقه بكونها تحتوي على سلسلتين جبليه مهمه جدا. كان يستخدم كهوف وانفاق في هذه السلاسل الجبليه للقيام بعمليات التعويق ونشر مفارز القناصين وغير المفارز الرشاشات. ايضا العجلات المفخخه استخدمها لكن ليس بالاستخدام الكثير، كون المنطقه هي وعره ومختلفه المسالك لمرور العجلات، لكن خلال هذه المنطقه حقول الالغام الكبيره كان جهد هندسي كبير لتطهير هذه المناطق. استاذ صباح، يعني كيف تسير الامور وعمليه تطهير عاده في معارك كمعركه الحويجه؟ يعني نعلم بانه معركه الحويجه الان غربي الحويجة بالتحديد هو ما تم تطهيره، هل تطهرون ما تم تحريره بشكل دوري أم يعني ستتماشون مع المعركة إلى أن تنتهي المعركة بشكل كامل لكي تتمموا التطهير بشكل كامل؟ بالضبط مثل ما تفضلتي، حقيقة هو جهد هندسي، يعني جهد هندسي أثناء المعارك لفتح الثغرات لمرور القوات الأمنية وأيضا لإزالة التفخيخ من الجزر والمناطق اللي فخخها العدو وضعت الأمنية، إضافة بعد أن ينتحر التنظيم ويقفل من هذه المنطقة يكون هناك جهد هندسي آخر لإزالة كل التفخيخ المتبقية وتمهيدا لإعادة المواطنين. هذا النهج استخدمته القوات الأمنية منذ عمليات سيد صباح، فقط نقطة أخيرة هي موضوع المدنيين، يعني عودة المدنيين إلى مناطقهم المناطق المطهرة. متى يمكن أن نقول بأنه بإمكان سكان هذه المنطقة مثلا أن يعودوا إلى منطقتهم؟ يعني عملية تطهير الشرقاط ومنطقة الزابل تشهد مجيء كبير للعوائل، يعني القائد العام للقوات المسلحة بعد أن وجدنا أنه العدو منهار وحصل معركة سريعة جدا، كان هناك امر من القائد العام بالحفاظ على المدنيين وبقائهم في بيوتهم، لان طبيعه رؤيتنا للمعركه ان التنظيم لن يقاتل ولن يستطيع ان يستغل وجود المدنيين لاستخدام دروع بشريه كما فعل في مناطق اخرى، وبالتالي العمليه كانت لم تستغرق 5 أو 6 ايام. العدو كان بعيد عن المدنيين، كان منهار، اغلب القاده هم قتلوا في ضربات جويه سابقه، وبالتالي لم تكن هناك نزوح كبير، وانما اغلب العوائل بقيت في مدنها وبقيت في بيوتها السكنيه. القوات الامنيه بعد ان امنت المنطقه بالتاكيد كان هناك بحث عن ارهابيين قد يكونوا مندسين او مختلين مع العوائل، بالاضافه الى ذلك مثل ما قلت التفخيخ اللي كان في امام القطاعات وعلى حدود هذه المناطق استطاعت القوات الامنيه ان تزيل هذا التفخيخ، وبالتالي نعتبر المنطقه تقريبا هي مؤمنه. شكرا لك على هذه المداخله معنا سيد صباح النعمان، مستشار اعلامي لجهاز مكافحه الارهاب، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.